ونتحول مباشرة إلى حديقة الميريلاند مشاهدينا في مصر الجديدة. النهاردة الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة يقوم بجولة في الحديقة لمتابعة قرار إيقاف أعمال التطوير لحين مراجعة التراخيص. طبعا كانت القضية أثارت الكثير من الجدل عبر الأيام والأسابيع الماضية. من هناك معي زميلي أحمد فرج مراسل الحياة الآن. أحمد، يعني كلمنا عن جولة المحافظ وعن آخر ما تقرر بالنسبة للميريلاند. نوران، برحب بك من هنا من حديقة الميريلاند بمنطقة مصر الجديدة. جولة الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة اليوم، وذلك لمتابعة وأيضا مراجعة كافة أعمال التطوير هذه التي لحقت بحديقة الميريلاند والتي كانت في أواخر عام 2012، وأيضا مراجعة التراخيص ومدى مطابقتها للأعمال، بالإضافة إلى وزارة البيئة. وبالفعل مؤخرا أو أمس تم إيقاف الأعمال هنا في هذه الحديقة. يعني كان هنالك سمة طلب من الإدارة العامة للمرور للشركة بضرورة إنشاء جراج هنا، وذلك لإنهاء حالة التكدس في المنطقة المجاورة بحديقة الميريلاند. بالفعل شرع إقامة جراج منقسم إلى قسمين. القسم الأول ليس به أي مشكلة ويسع ما يقرب من 271 سيارة، أما القسم الثاني هو الذي كان فيه بعض المشاكل والذي يسع 120 سيارة، أي بمجمل يعني 391 سيارة. يعني كانت هنالك سمة اعتراضات من بعض أهالي منطقة مصر الجديدة على أن إزالة بعض الأشجار أو تهذيبها يعد تعديا واضحا على المساحات الخضراء. وكما تنقل لك الصورة الآن ونحن على الهواء مباشرة، يعني هنالك بعض الأشجار التي تم الإبقاء عليها كما تنقل الصورة، وهنالك أيضا بعض الأشجار التي تم تهذيبها كما تنقل لك الصورة أيضا يا نوران. وهنا بجواري هنالك بعض الأشجار التي تم خلعها على أن يتم نقلها بعد أن تستمر كافة أعمال التطوير التي تلحق بحديقة الميريلاند. على أي حال كانت هنالك جولة لوزير البيئة أمس، وذلك للاطلاع على المشكلة. على أي حال معنا الأستاذ تامر سحاب، هو عضو مبادرة للأسف يعني أحمد الوقت داهمنا. أنا يعني بعتذر منك أحمد ومن ضيفك الكريم، إحنا لازم ننهي الجولة الآن، يمكن يبقى لنا فرصة في لقائنا القادم.